كان في قضية كما تابعتم، يقول بأنه لن يهرول القضية الفلسطينية. خلينا نسمعه وش يقول ومن بعد نجول هذا الموضوع اللي نحب نناقشه بشكل شوية مطول. يعني نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا اولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته، قضية فيش حل. قضية الفلسطينية ربما من على نهار ثلاثة في الخطاب تاعي في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة غادي نكرر نفس الشيء. طيب ما دام تكرر نفس الشيء نحبسه هنا. قضية الجزائر الفلسطينية قضية مقدسة لينا والشعب الجزائري، وأنا مش راح نهرول ومش راح نبارك. خلينا نسمعوا هذه الكلمة بالذات، انت مش راح نهرول ومش راح نبارك، لأن الخدعة هنا. أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، هرولة ما نشاركش فيها وما نباركش فيها. إذا المشكلة نتاع الهرولة، وش معنى الهرولة اللي ما يعرفهاش؟ الهرولة هو أنك هي ما بين المشي بالواحد يشاوت شوية في المشي، يعني يمشي بسرعة، وما بين يجري. هذاك الجو الوسط ما بين المشي بسرعة والجري يسموه هرولة، وأحيانا يعتبر جري هو أيضا. إذا هو هنا، والعبارة راهي مش لعب هنا، لأن قضية ما عارفينها متعلقة بترامب وبالصهيونية العالمية وما يلعبوش يعني. قال أنا ما نشاركش في الهرولة، إحنا ما نشاركوش في الهرولة للتطبيع. ما قالش نحن ضد التطبيع ونرفض التطبيع ونعترض على التطبيع، لأن المواثيق اللي موقعين عليها باسم الجامعة العربية والدفاع العربي المشترك وكل المواثيق اللي بالنسبة لهم لا تعني شيء. أنا بالنسبة لي صراحة، وهذا قولي منذ أكثر من 20 سنة، هذه مش جامعة عربية، هذه جامعة قهر الشعوب العربية وغير العربية، هذه جامعة القهر والعبث والطغيان وجامعة المفسدين في الأرض، حكومات مفسدة مدمرة. هو قال لك أنا ما نمشيش في الهرولة، معناها ممكن يمشي بطريقة أخرى، معناها ممكن يمشي بالعقل، وما نباركهاش مش نعترض عليها. لما كانت الخطاب هذاك العنتري اللي كان في السبعينات، بومدين خرج لما راح السادات للقدس في 77، بومدين خرج هو و حافظ الأسد نتاع سوريا والقذافي وصدام حسين، يعني اللي كانوا ماشيين مع الاشتراكية كما كانوا يسموها أو القومية العربية، خرجوا وسموا اليمن وداروا حاجة اسمها الصمود والتصدي، واجهوا السادات. الدول الأخرى دول الخليج وقفت في النص، لأنها كانت مطبعة أو كانت على أبواب مطبعة لتحت لتحت، فوقفوا انتقدوا السادات واعترضوا على ذهابه، بصح ما مشاوش للطرف الآخر اللي هو الصمود والتصدي، معناها واجهوا السادات وطردوه بالفعل، طردوا النظام المصري من ما يسمى بالجامعة العربية. أنا وش يهمني في هذا النقطة، هو فقط باش نجي ونقول لكم وراهم رايحين، لأنهم خبثاء في استخدام الكلمات، مو مش رايحين للتطبيع الآن، يروحوا له من بعد. وكاين تطبيع سري غير معلن، ودرك نعطيكم بعض الأدلة. وما يباركهاش مش معناها قال أنا ما نباركهاش، لكن موش معناها كيما نباركلكش مش معناها نعترض عليك. تقدر تقول لواحد شوف دير الموضوع ما انت مختلف معه، قل له شوف انا مش راح نبارك لك، بصح مش راح نعترض عليك، مش راح نواجهك، مش راح نهاجمك. هل سمعتوا، هل صدر بيان من ما يسمى وزارة الخارجية من عند هذا الناطق الرسمي اللي تأتي الأوامر بطبيعة الحال ويقول هذا الناطق الرسمي وزارة الخارجية؟ كنت روحوا لموقع وزارة الخارجية تجدون عدة بيانات بما فيها ما يحدث في زيمبابوي. طبعا لما قاموا عسكر مالي وأطاحوا بالرئيس المفسد نتاع فرنسا، مش فقط داروا بيان، قالوا نحن ضدهم،
ونعترضوا عليهم. طيب مالي قضية خاصة داخلية تعترض على واش صرا فيها، وانت راك تقول انا مع فلسطين ظالمة او مظلومة، ما تقول ولا شيء على الامارات والتطبيع نتاعها والبحرين والتطبيع نتاعها، تقول ولا شيء. وهاو جاي السودان مش راح يقول ولا شيء، وهاو جاي خاين الحرمين سعودية مش راح يقول ولا شيء ولا شيء، لان الهيه تل أبيب ونيويورك واشنطن وباريس وغيرها هما اللي رسمين لهم الخط، عاطينهم وين يلعبوا. نسمحولكم راكم في ظروف شوية صعيبة، نسمحولكم بصح نريد بعض التطبيع.